ثلاث رؤساء في ثلاثة أيام، سابقة سجلتها رياح التغيير العاتية التي هبت على السودان منذ الخميس الماضي. لكن سفينة الحكم في الخرطوم ما زالت تتلاطمها أمواج سياسية وأمنية ودبلوماسية. في الشق السياسي تدور تساؤلات حول صلاحيات ودور المجلس العسكري وطبيعة الحكومة القادمة وصلاحياتها. أما أخطر العواصف فيأتي في الشق الأمني وما كشف عنه الجيش السوداني من احتجاز عربة محملة بالأسلحة تابعة لجهاز أمني محلي. كشف خطير أثار تساؤلات عدة. إلى ماذا كان يسعى هذا الجهاز الأمني ومن يديره؟ وهل هناك جهات تسعى لتفجير الوضع في السودان لأنها تشعر بالخطر على مصالحها؟ السودان على أبواب حقبة سياسية جديدة، لكن الملامح لم تتضح بشكل كامل. يعيش البلد بين ثلاثية مطالب المحتجين والمعارضة وخطط المجلس العسكري والتحديات الاقتصادية، فالمطالب الشعبية متعددة وتتبناها قوى المعارضة تحت مظلة نداء الحرية والتغيير. وفي مقدمة تلك المطالب إزالة نظام عمر البشير من خلال محاكمة الضالعين في الفساد والقتل وإعادة هيكلة جهاز الأمن واسترجاع الممتلكات العامة التي كانت تحت يد حزب المؤتمر الوطني المتهم بالتحكم في مفاصل الدولة وأموالها. المؤتمر الوطني ما زال متمكن لأنه واحد متحكم في كل مفاصل الدولة، اثنين يملك المؤتمر الوطني اللي اعتمد على موارد الدولة عدد من الشركات وعدد من الأسماء في الدولة العميقة تدير العمل التجاري والمزارع لمصلحة المؤتمر الوطني. ويختلف الجيش والأحزاب السياسية بشأن مدة الفترة الانتقالية وطبيعتها، وتمثل المطالب السياسية أولوية بالنسبة للمعارضة، ومنها تشكيل مجلس انتقالي يضم مدنيين فضلا عن حكومة مدنية بصلاحيات واسعة. ويبدو أنه لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن بين القوى السياسية والمجلس العسكري بهذا الشأن. أما مطلب إلغاء القوانين المقيدة للحريات فقد استجاب له المجلس، ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق مقبول ينهي الاعتصامات ويضع حدا لحالة الاحتقان. وقد أبدت أوساط في المعارضة انفتاحها لنقاش كل القضايا، ولعل النزاعات المسلحة في مناطق السودان تعد من الملفات الشائكة. وقد أعلن المجلس العسكري وقف إطلاق النار في كل الجبهات مع دعوة المجموعات المسلحة إلى المحادثات دون قيود للتوصل لسلام شامل. وفي خضم النقاشات السياسية تتحدث القوى السياسية بشكل دائم عن الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا لاندلاع الاحتجاجات. ويقول متابعون إن وضع خطة لإسعاف الاقتصاد قد تكون حلا لتجاوز الأزمة. معنا الآن من باريس المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين راشد سعيد. أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية. إذن مؤتمر صحفي، هذا هو الأول للمتحدث باسم المجلس العسكري، جاء فيه نقاط جديدة. هل يعني أولا كيف ترون هذه النقاط، وهل ما زال موقفكم في البيان الذي صدر قبل هذا المؤتمر الصحفي على حاله؟ موقفنا ما زال على حاله حتى بعد هذا المؤتمر الصحفي، لأننا نعتقد أن المؤتمر الصحفي لم يقدم أي إجابة على المطالب التي تقدمنا بها. حاول التلاعب الناطق الرسمي الفريق الركن شمس الدين كباشي، حاول التلاعب بالكلمات والتهرب من الإجابة على الأسئلة. نحن مثلا على سبيل المثال نتحدث عن تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية بشكل مباشر يتم التوافق معها عبر قوى الحرية والتغيير، ويتحدث عن حكومة تنفيذية يتم التوافق معها مع مجموعة الأحزاب التي اجتمعت معها المجلس العسكري بعد ظهر اليوم في قاعة الصداقة، وهي أحزاب كانت جزء من منظومة النظام السابق. حتى أن يعني ممثل المجلس العسكري والناطق الرسمي باسمه حاول تجاهل سؤال مشاركة أعضاء من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في هذا اللقاء، وعندما أصر عليه الصحفيون تهرب من الإجابة بشكل مباشر. إذن
هذه قضية أولى نعتقد أنها قضية أساسية. القضية الثانية التي لم يتحدث عنها الناطق الرسمي ويتهرب المجلس العسكري حتى الآن من الحديث عنها هي قضية الحرب والسلام. قضية الحرب والسلام قضية أساسية وتحتل الأولوية القصوى في قضايا الانتقال بالنسبة لنا نحن في تجمع المهنيين. طيب. ولذلك لا يمكن أن تحل هذه القضية من قبل طرف واحد في الصراع، لابد من إشراك القوى الأخرى، القوى المسلحة تحديدا التي تحمل السلاح في الأقاليم المتضررة من الحرب في أي خطوة تتعلق بإنهاء الحرب. لا يمكن أن تفرض عليهم آراء واتفاقيات ورؤى من أعلى. اسمح لي هنا أن أسأل ضيفنا أيضا من الخرطوم، الآن نأخذ رأي من الخرطوم طالما أننا نتحدث في هذا الموضوع. معنا من هناك الكاتب الصحفي طلال إسماعيل، أهلا وسهلا بك أستاذ طلال. أيضا أنت تابعت المؤتمر الصحفي الآن، الشارع برأيك هنا طالما أن المظاهرات مستمرة، الأحزاب التي على الأقل ربما يعني التقت بالمجلس الانتقالي العسكري الانتقالي، ما رأيها؟ شكرا لك ولضيفك الكريم الأستاذ راجل. وأعتقد أنني بس أريد أن أوضح بعض الجزئية التي ذكرها قبل أن أجاوب على هذا السؤال. الناطق الرسمي ذكر بكل وضوح أن المؤتمر الوطني لن يكون شريكا في حكم الفترة الانتقالية، وهو ترك مسألة إخصاء المؤتمر الوطني سياسيا للقوى السياسية. أنت لا تطلب من القوات المسلحة السودانية أن تمارس السياسة، ولا تريد منها كذلك أن تخصي حزبا سياسيا. هذا تفعله الأحزاب السياسية، تفعله قوانين العزل السياسي، تفعله أي أفكار أخرى تقدمها الأحزاب السياسية. ولكن القوات المسلحة السودانية هي قدمت درس وطني كبير جدا لهذه الأحزاب عندما قامت بحماية المتظاهرين والمعتصمين. بل أن الناطق الرسمي ولأول مرة في تاريخ السودان نجد أنه يقدم اعتذارا لما تقوم به القوات المسلحة السودانية من نقاط أمنية لحماية المتظاهرين ولحماية المواطنين، وهو أكد أنه لن يفيض تجمع الاعتصام بالقوة. هذه مفخر لكل سوداني، وهذا تاريخ جديد يكتب للقوات المسلحة السودانية إضافة لتاريخها السابق. بخصوص ما تقوله الآن، هي الأزمة الآن لم تعد أزمة القوات المسلحة السودانية، وإنما أزمة الأحزاب السياسية السودانية المعارضة وأزمة تجمع المهنيين، الذي كل مرة تصدر القوات المسلحة تنازلات كبيرة جدا هي لا تملكها، تملكها الأحزاب السياسية، وهذا عمل سياسي. لكن يعني مضت إلى أكثر من ذلك القوات المسلحة السودانية عندما أحالت حتى قياداتها الآن للتقاعد. هذه لا تحصل عادة في تغيير، لأن المعتصمين هم الذين ذهبوا إلى القوات المسلحة السودانية. القوات المسلحة السودانية لم تتدخل في العمل السياسي. لا هل يمكن للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن يطلب عزل الرئيس تجمع المهنيين أو عزل الرئيس حزب سياسي؟ أعتقد أن على الأحزاب السياسية السودانية التحلي بالوطنية كما فعلت القوات المسلحة السودانية التي منعت إراقة الدماء، منعت هذه المجازر، وقدمت درس وطني كبير. طيب شكرا جزيلا لضيفنا من الخرطوم الكاتب الصحفي طلال إسماعيل. أعود إلى باريس مع ضيفي من هناك متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين رشيد سعيد. تعليق سريع منك على ما قاله ضيفي في الخرطوم حتى نذهب إلى موضوع الوضع الأمني، وهل هناك قوة تحاول ربما تفجير الوضع الحالي لأنه لا يسير في إطارها؟ ما رأيك هنا في أن يعني تجمع المهنيين ومن معه ربما يغالون في مطالبهم ويشككون في موقف الجيش الذي انحاز لهم ونفذ لهم أهم مطلب وهو عزل البشير؟ أولا لابد أن أقول لمحدثك في الخرطوم أن هذه هو ليس معنا، يعني خلينا نتحدث بشكل يعني عام، يعني أن هذه الثورة قامت لإزاحة النظام بكامله، لم تأتي لإزاحة الفريق البشير لوحده. هي ثورة قامت من أجل إزاحة نظام بمؤسساته بأفراده بقواه الاقتصادية بكل تركيبته يعني. وحزب المؤتمر الوطني كان حجر الزاوية في هذا النظام. إذا كان حزب المؤتمر الوطني سيعمل باسمه مثل الأحزاب الأخرى، لماذا قامت هذه يعني الثورة؟ يعني هذه هي القضية الأولى. أنا أتحدث عن أن المجلس العسكري يراوغ. إذا كان البعض يريد
نريد أن يكسب ود المجلس العسكري، نحن نريد أن نحقق أهداف ثورتنا، نحن لا يهمنا من يكون في السلطة، نحن يهمنا ماذا تريد الجماهير التي أولتنا هذه المسؤولية. أقول لك على سبيل المثال فيما يتعلق بالفريق ابن عوف أو الفريق صلاح جوش، لقد تمت إحالتهم للتقاعد، وهذه يعني بالنسبة لهم يعني كما أنما نكافئهم على دورهم. نحن نطالب بأن يخضع صلاح جوش للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين خلال الأيام السابقة. هو كان رئيس جهاز الأمن الذي أطلقت ميليشياته وأطلق أفراده النار على المتظاهرين، هو الذي أمر باعتقال المتظاهرين، هو الذي تم تعذيب المتظاهرين. يعني أنا أعتقد أنه يعني هذه الخطوات إذا تم الآن فعلها قد تحدث انقساما داخل الجيش، يعني قد يعني يصبح الوضع الأمني صعبا. يعني الآن اليوم الجيش أعلن بأنه تم إلقاء يعني العثور على شاحنة معبأة بالمتفجرات والأسلحة تابعة لجهاز أمني، يعني ربما هناك من يحاول الاصطياد في المياه العكرة. هذه ايضا من 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 الاساليب القديمه التي يجب ان تنتهي الان. الحديث بالغموض عن انه تم العثور على شاحنه تتبع لجهاز امني، هذه طريقه النظام السابق لتبرير خطوات والقمع والاشياء التي كان يقوم بها. نحن نطالب بان يقول لنا اي جهاز امني، ما أي نوع من الشاحنات، أين وجدت، نوع الأسلحة اللي كانت بها، هل هناك صور لهذه الأسلحة، من الذين كانوا في هذه الشاحنة. هذه معلومات أساسية حتى نستوثق، لا يمكن أن يقول لنا هذا. نحن نعتقد أن مثل هذه الروايات تستخدم الآن لتبرير إجراءات يجرى اتخاذها. هل هذا ينفي تماما أنه ممكن أن تكون هناك قوى تريد أن تفجر المسار أو حتى المكاسب القليلة التي حصلت حتى الآن، لأنها تشعر بأن مستقبلها مهدد؟ نعم، هناك قوى تريد أن تفجر المسار ومستقبلها مهدد. ميليشيات النظام السابق، قيادات النظام السابق، الفاسدين في النظام السابق، أجهزة الأمنية للنظام السابق، هؤلاء يريدوا أن يفجروا الأوضاع. نحن عندما نتحدث عن حل جهاز الأمن وإحلال بديل له بشكل سريع، نحن نعرف أن جهاز الأمن بتركيبته السابقة يتآمر على هذه الثورة ويتآمر على عناصر التي قادت هذه يعني الثورة. يعني حتى نفهم، يعني هل تقصد بأنه الأجهزة الأمنية والجيش كان منقسما داخليا أو ذو توجهين مختلفين؟ التوجه الذي مع الثورة هو الذي انتصر وفاز والآن يحاول تلبية بعض المطالب، بينما الطرف الآخر أو التيار الآخر يريد ربما تفجير هذا المسار، وبالتالي يعني في عندنا، لأنه أنت تتحدث عن يعني طرف عزل البشير ويحاول تنفيذ المطالب ولو بالتدريج أو بالتفاوض، وطرف آخر تتهمه بأنه يريد التفجير. هل هذه الصورة كذلك؟ أنا لا أعتقد أن الصورة أبيض وأسود الآن في السودان. ليس هناك طرف في داخل المجلس العسكري نفسه، هناك عناصر كانت مع البشير. المجلس العسكري الحالي بتشكيلته الحالية غالبية أعضائه كانوا من رجال حكم النظام السابق، يعني وفيهم أشخاص مسؤولون عن جرائم في النظام السابق، لذلك لا نحفي المسؤولية عن المجلس العسكري. نحن لا نتحدث عن أبيض وأسود، نحن نتحدث عن إجراءات فعلية على الأرض لإعادة ترتيب الأوضاع من أجل إقصاء النظام. أريد أن أضرب مثلا صغيرا باختصار نهائي. نعم باختصار. نعم، تحدث عن إطلاق سراح جميع الضباط الذين دعموا الاعتصام. لماذا ظل هؤلاء الضباط في الحبس حتى الآن إلى إذا لم تكن هناك نواية مضادة للثورة في وسط المجموعة التي تقبض على السلطة الآن؟ تحدث أيضا عن إعادة النظر في قانون النظام العام. نحن نرفض إعادة النظر في قانون النظام العام، نحن نطالب بإلغاء قانون النظام العام لأنه قانون مذل للشعب السوداني وأذلت به الشعب السوداني وأذلت به نساء السودان. نرفض أن يحال إلى لجنة لتعديله. يلغى هذا القانون ثم ننظر بعد ذلك في إعداد قوانين جديدة تتماشى مع المرحلة الجديدة. هم يحاولون ترقيع النظام السابق والسماح له بالبقاء لأطول فترة ممكنة. سيد رشيد، سؤال في جملة، يعني هل سيبقى الحوار مبتور أم يعني المظاهرات ستبقى لغاية تحقيق ماذا تحديدا؟ ستبقى التظاهرات، ستبقى التعبئة الشعبية، ستبقى الاعتصامات حتى نحقق أهدافنا.
هذا هو الخيار الوحيد المطروح أمامنا. نحن لا نريد ترقيع النظام السابق، لا نريد إصلاح وجه النظام السابق، نحن نريد إزالة النظام السابق لنبني نظام جديد. شعارات الثورة كانت حرية سلام وعدالة، ونحن مصرين على الوصول بها إلى نهايتها. شكرا، شكرا جزيلا لضيفنا من باريس المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين رشيد سعيد.